بعد نحو 18 عاما على الاجتياح الأمريكي لأفغانستان، تبدو واشنطن وحركة طالبان أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق قد يجلب المتمردين إلى طاولة المفاوضات لبحث فرص السلام. لكن مع اعتبار انسحاب القوات الأمريكية جزءا من الاتفاق، تزداد المخاوف بشأن ما قد يعنيه خروج الولايات المتحدة أو انسحابها بالنسبة لأفغانستان، في وقت تتعرض القوى الأمنية لخسائر كبيرة وتواجه الحكومة اضطرابات تتعلق بالانتخابات، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر لنحو عقدين من الحرب. المبعوث الأمريكي في المحادثات مع حركة طالبان زلمان خليلزاد يحط في العاصمة الأفغانية كابول. المفاوضات التي أجراها مع ممثلي الحركة في العاصمة القطرية الدوحة أثمرت مسودة اتفاق قد يضع نهاية لواحدة من حروب الولايات المتحدة الطويلة. اتفاق يرضي الطرفين، هكذا وصفته حركة طالبان. انسحاب أمريكي من أفغانستان في مدة أقصاها 18 شهرا مقابل ضمانات من طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة، خطوة رحبت بها الحكومة من خلال المجلس الأعلى للسلام التابع لها. نحن وشعب أفغانستان نرحب بأي جهود ستتخذ من أجل تمهيد الطريق للسلام. عقبات كثيرة ما زالت في طريق السلام، حكومة انتقالية تشارك فيها طالبان تبدو أبرزها، أمر يرفضه الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي يصر على إجراء انتخابات رئاسية مطلع الربيع المقبل، انتخابات قد تنسف جهود السلام وتزيد أعداد الضحايا المدنيين في بلد أنهكته الحرب ودمرت اقتصاده. لقد تعبنا من الحرب، نحن ندعم أي اتفاق سلام بين الأفغان والأمريكيين وطالبان من أجل ازدهار بلادنا. عندما تنضم حركة طالبان إلى الحكومة سنصل إلى نهاية الحرب. بعد نحو عقدين من الحرب، تبدو واشنطن وطالبان أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق سلام. ولكن مع اعتبار انسحاب القوات الأمريكية جزءا من الاتفاق، تزداد المخاوف بشأن ما قد يعنيه خروج الولايات المتحدة بالنسبة لأفغانستان، في وقت تتعرض القوى الأمنية لخسائر كبيرة وتواجه الحكومة اضطرابات تتعلق بالانتخابات، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر لهذا الصراع. معنا هنا في الاستوديو الدكتور شريف الله دوراني، المحلل السياسي والباحث في الشأن الأفغاني. دكتور دوراني، ما هي خيارات الرئيس أشرف غني عندما يعرض عليه زلمان خليلزاد نتائج الاتفاق الذي تم التوصل له في الدوحة أو التقدم في المفاوضات مع طالبان؟ هل سيقبل هذا الاتفاق؟ أعتقد أن الحالة على مدار الأسابيع الماضية، فإن الحكومة الأفغانية كانت بعيدة عن هذه المحادثات، طالبان لم توافق على الحديث مع طالبان، وقالوا أنهم هم القيادات الأساسية لأفغانستان، والحكومة هي حكومة سورية ولن نتحدث معهم، وكان هناك ظروف كان فيها أشرف غني قد أظهر عدم سعادته بأن المباحثات تتم بعيدا عنه، وتحدث منذ أيام قليلة وقال أنه فهم أن دكتور خليلزاد قال أنه سيتحدث مع طالبان نيابة عن الحكومة الأمريكية وتيسير المباحثات أيضا أو فرصة لتتحدث الحكومة الأفغانية مع طالبان، وسيتحدث أيضا خليلزاد مع الحكومة لأن هناك عدم سعادة بين المجاهدين الآخرين لعدم انخراطهم في هذه المباحثات، وسنعرف في خلال أيام قليلة. هل بوسع أشرف غني أن يرفض ما يعرضه الأمريكيون؟ الحديث أنهم توصلوا مع طالبان إلى اتفاق ينسحبون بموجبه من أفغانستان خلال 18 شهرا، وطالبان قبلت أو عرضت أو تريد حكومة انتقالية تشارك فيها، هل بوسع أشرف غني أن يقول لا لهذا الاتفاق؟
هذا سؤال جيد، وكما قال في تويتر أنه ليس هناك اتفاق إلا عندما نصل إلى اتفاق. يقول طالباً أن الأمريكان يجب أن تقولوا لنا متى سننسحب، وهنا سنتحدث بشكل جيد. والأمريكيين يقولون يجب أن تتفقوا وتوافقوا على وقف إطلاق النار والحديث عن الإصلاحات، وهذا يشير إلى عدم ثقة طالبان في الولايات المتحدة. ونحن لا نعرف ما هذه المدة التي ستستغرق حتى يحدث وقف إطلاق النار وتبدأ المباحثات بين طالبان والحكومة الأفغانية، ولا نعرف ما الذي سيتحدثون عنه. وأشرف غني قال لا نريد للقوات الأمريكية الانسحاب بسرعة، ولكن يجب أن تكون شرطا لطالبان، لأننا لا نريد ما حدث منذ 30 عاما عند انسحاب القوات الروسية. ما هي الحكومة الانتقالية التي تتحدث عنها طالبان؟ ماذا تريد بالضبط حركة طالبان؟ نحن لن نعرف ما يريدون. أظن أن طالبان يريد الآن أنه سيكون هناك حكومة انتقالية، وأشرف غني لم يوافق على هذا. لا يقول، قال أننا لم نوافق على هذا، سيكون لدينا انتخابات في وقت قصير. ولكن خالد زاد قال نريد تأجيل هذه الانتخابات، ولكنهم لم يوافقوا على هذا. فنحن لا نعرف إذا ما كان سيكون هناك حكومة مؤقتة، وإذا ما كان هذا ما يريده طالبان، ولكن ما يريدونه حقا هو انسحاب القوات الأمريكية. شكرا لك دكتور شريف الله دوراني، الباحث في الشأن الأفغاني.